رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في ميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا ونشوف ايه الجديد اللي فيها. محمد هاني لاعب النادي الاهلي نشر صوره من مباراه شبيبه الثور على انستغرام وعلق وكتب الحمد لله. كمان كتب مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي على تويتر بعد المباراه: هاني ناصر ماهر وكريم. كمان نشر رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي صوره ليه من المباراه وكتب الحمد لله. كتب شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر: وجود ناصر ماهر في الملعب مهم جدا وبيفرق مع الفريق، كريم ندبد لاعب مقاتل وقدر يستحمل كل الانتقادات وقدر يرد في الملعب وكسب احترام الكل، نقطه مقبوله في ظل ارضيه الملعب والجمهور، وان شاء الله الفريق يبقى افضل في الفتره القادمه. عالميا بقى، نشر تشارلز أرنولد لاعب ليفربول الانجليزي صوره على تويتر بعد تجديد عقده مع ريتس وكتب: عندما يتعلق الامر بكره القدم لا يوجد سوى نادي واحد بالنسبه لي بعد 14 عام في ليفربول يسعدني التوقيع على عقد جديد، فقط اريد ان اقول شكرا للجماهير على كل دعمكم خلال رحلتي حتى الان. ماركوس ألونسو كمان لاعب تشيلسي امبارح نشر صوره على تويتر من تدريبات فريقه استعدادا لمواجهه الارسنال النهارده في البريمير ليج وكتب: الاستعداد لديربي لغد. نشر كمان بيتر تشيك حارس مرمى ارسنال الانجليزي صوره على تويتر وكتب: الحياه تجلب المواقف واللحظات المذهله، الصوره من 19 يناير 2004 قبل لحظات من توقيع العقد مع تشيلسي، اليوم 19 يناير 2019 بالضبط بعد 15 سنة في مباراة الديربي في لندن أرسنال ضد تشيلسي. كمان نشر ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي صورة على تويتر من تدريبات الفريق وكتب: البقاء في كامل تركيزي. علق برضو هاري كين على اختياره من قبل الجمهور كأفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي في 2018 وكتب على تويتر: شرف حقيقي أن يتم التصويت من قبل المعجبين للفوز بهذا اللقب، كان عام 2018 عام رائع ولكن هناك أشياء أكبر في المستقبل، شكرا لكل من صوت لي. نشر كمان البولندي ليفاندوفسكي صورة لي على الانستغرام من مباراة هوفنهايم في الليغا واللي انتهت بفوز البافاري 3-1، عفوا في البونز ليجا واللي انتهت بفوز البافاري 3-1، واحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث وكتب: بدايه مثاليه، احساس مثالي، عمل رائع. توماس مولر كمان لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره مع ليفاندوفسكي بعد المباراه على الانستغرام وكتب: نعم بدايه ناجحه في البونز ليجا، فوز 3-1 في هوفنهايم. احتفل كمان الحارس الايطالي الكبير بوفون بوصول عدد متابعيه على انستغرام ل 7 مليون متابع ونشر صوره وكتب: شكرا. احتفلت كمان الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر بعيد ميلاد كلاوديو ماركيزيو لاعب الفريق السابق ولاعب زيناتان بيترسبرغ الروسي، ونشرت صوره ليه وعلقت: عيد ميلاد سعيد كلاوديو ماركيزيو. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع وبعد كده هنرجع وهنستقبل ضيفنا الأستاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.